الاجراءات اللي اتخذتها مدى شؤون الطلبه ورئاسه الجامعه حقيقه يعني كانت مبكره بشكل كبير جدا. احنا استعدينا لهذه الانتخابات منذ حوالي اكثر من شهر وشويه، جهزنا كشوفات الطلبه اللي حق لهم الانتخاب، وفتحنا المجال لمن يريد ان يرشح نفسه بهذه الانتخابات لمده 4 ايام دراسيه من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 3 مساء، وكان عدد المرشحين تقريبا يقترب من 400 مرشح، لكن بعد قيامنا بعملية الفرز لمن تنطبق على الشروط نزل العدد حل حوالي 370 مرشح. الآن كل طالب في جامعة اليرموك لدرجة البكالوريوس يحق له أن ينتخب من يريد من هؤلاء المرشحين في جميع الكليات باستثناء الطلبة العرب والأجانب، حقيقة يعني لا يحق لهم أن ينتخبوا في هذه الانتخابات. بدأت اليوم صباح هذا اليوم 7/3 الانتخابات من الساعة 9 صباحا، توزعت كل اللجان على الأماكن المخصصة لها، وفتحت الصناديق أمام المرشحين أو مندوبي المرشحين، وأغلقت الصناديق وبدأت عملية الاقتراع الساعة 9 صباحا، باستثناء بعض الصناديق تأخرت 5 أو 10 دقائق تقريبا لظروف معينة، بعد المسافة عن أعمال شؤون الطلبة، ولغاية الآن لا تزال العملية مستمرة ولا يزال أمامنا 22 دقيقة حتى ينتهي التصويت. نعم. أنا الطالب وسام عبد الرحمن عيسى بعقولة من الرمثة في كلية الإعلام قسم الصحافة، والانتخابات ما شاء الله يعني كله تمام والأمور كلها تمام وما فيش أي شيء صار، يعني كل الأمور مشت تمام، وهي الشباب فرحانين بنوابنا المرشحين اللي بالكليات وماشي الامور تمام ان شاء الله والحمد لله كل شيء بدون مشاكل واي شيء. عمر عبد الله الزابي صحافه متخصص صحافه، انتخابات اليوم عرس وطني عندنا بالجامعه، انتخابات سلسه الحمد لله، بكاش حدا متوقعها تكون بهالبساطه بهالحريه، الحمد لله اهم شيء انه الشباب كلها فرحت والاجواء الافتراحيه، نبارك لاخواننا نجحوا ونقول لهم ان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه وقد الهمه، وهارد لك للجميع اللي ما حالفهم الحظ وشكرا لكم. الحمد لله من الصباح الباكر كان جهود جميع العاملين في جامعه يرموك من عماد الشؤون الطلبه من دائرة الأمن الجامعي اللي وضعت خطة على الحرس على الأبواب الخارجية على الكليات، دوريات داخل الجامعة قسمناها إلى كذا منطقة، والحمد لله من الصباح الباكر طلابنا كانوا على أكمل وجه من الانضباطية من التقدير من السلوك المحترم، والحمد لله سارت الأمور مثل ما بدنا وزيادة بشكل ممتاز. اليوم الذي شهد منذ ساعات الصباح الأولى إقبال طلبتنا على ممارسة الانتخابات، وكانت الانتخابات في كلية الإعلام شأنها في ذلك شأن جميع كليات الجامعة، سارت بها العملية بكل شفافية وبكل نزاهة، وأقبل طلابنا على ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وبكل حماسة وبكل انضباط، وكانت انتخابات حقيقة شفافة بكل معنى الكلمة، وشهدت انضباط عالي المستوى، خاصة وأننا في كثير من الأحيان وفي السنوات السابقة كثيرا ما يقال بأن الانتخابات تشهد إشكالات وفوضى ومشاجرات، فالانتخابات كانت بمثابة عرس بين الطلبة، جميع المتنافسين كانوا بعلاقات زمالة طيبة فيما بينهم، وحتى في النهاية عندما أعلنت النتائج تقبل الجميع النتائج وأقدم الذين لم يحالفهم الحظ على التهنئة والتبريك لزملائهم الذين فازوا بهذا